السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سعداء أيها الأحباب الكرام بأن نواصل وإياكم هذا اللقاء المبارك ونستقبل مكالماتكم، ونبدأ أول مكالمة من مكناس نجاب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام سيدي الحاج. أهلا وسهلا بك للا. لا سئلا لك بنتني باسيد، أخبارك سيد الحاج؟ مزيان، أحوال طيبة؟ الحمد لله، بارك الله فيك مولاتي. عواسر مبروكة سيدي، الله يطول في عمركم. جزاك الله ألف خير. سيد الحاج عندي شي أسئلة، خديجة من مكناس إلا كنتي كتذكرني. أي عقلت عليك للا خديجة، عقلت عليك للا، الله يرحم المرحوم. الله يرحم المرحوم سيدي. إياك هي تفضل للا خديجة، الله يعاونك على وليداتك ويعاونك على الزمان. آمين سيدي الحاج، آمين 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 آمين. واحد الأسئلة، الله يجزيك بخير سيدي الحاج. أنا كل ليلة الله يقبل كنقرأ، كنبدأ بالفاتحة وكنسبحها خواتيم البقرة وصورة الواقعة والملك وسبح والليل، يعني الأعلى والليل. نعم هذا الشيء بالمصحف. نعم لله. ولكن كتجي واحد الوقيته يعني شرف الله قدركم ما يمكنليش نهز المصحف، انت كتعرف لا يمسه الا مطهرون. اي الدوره الشهريه ديال المراه ما تمسو شيء. نعم تماما. اذا كنتوقف ايه وكنقرا غير بعض الصور القصيره اللي انا حافظها وصافي. نعم لله. بغيت نعرف شنو ندير. واخا لله باذن الله. يعني بحال هاد الصور راني ما حافظهاش مزيان، كنتلف عليها. يا لله باذن الله. شنو ندير سيد الحاج؟ واخا لله باذن الله تعالى، الله يتقبل. والله يرحم الوالدين سيد الحاج، محتاجه الدعوات ديالكم، راني مزيره والظروف صعيبه والولاد كيكبروا. ولا كان ممكن من بعد البرنامج انا مزوقه، الا كان ممكن تصل بيا سيد الحاج. واخا لله خديجه باذن الله، واخا لله، الله يحفظك لله، الله يفرج عليك، الله يفرج عليك لله خديجه. لاله خديجه هذه من قبل كانت وصلت معنا وخبرتنا بالواقع ديالها، ان زوجها توفي رحمه الله تعالى وترك لها واحد مجموعه ديال الابناء ايتام وكتقاوم من اجل تربيتهم. نسال الله سبحانه وتعالى ان يرحم المرحوم ويعينك على العباده والطاعه. هذا السؤال الجواب ديالو لاله خديجه، هذا كيتسمى الورد. انسان كياخذ واحد الورد قراني، كياخذ آيات معينة أو صور معينة فيها فضائل كثيرة، كيحاول يقراها بحال سورة الفتح، سورة ياسين، سورة الملك، سورة الواقعة، سورة الليل، خواتيم البقرة، خواتيم الحشر، هذه كلها صور فيها فضائل عظيمة. كل القراءة القرآن العظيم عندنا قراءة ديال الورد المتتابع ديال الترتيل. القراءات هي أنواع، أولها القراءة الترتيلية، كنقرا من القرآن من الفاتحة وكنتمغاني من البقرة وآل عمران والنساء غادي تلخر، كنكمل 60 حزب 114 سورة، هذيك القراءة الترتيلية خصني نقراها دائما، حزب في الصباح حزب في المساء. وعندنا القراءة التفكرية والتدبرية، وهي غناخذ واحد المقطع من القرآن وغنبقى نتأمل فيه، ناخذ كتب التفسير ماذا قال عنه العلماء، شي موضوع عنده علاقة بالأجنة، بالسماوات والأراضين، بالحديث عن المستقبل، عن الغيبيات، واحد المقطع قرآني ونحاول نفهم ماذا يعني هذه الآيات، كتسمى قراءة تدبرية، قراءة تفكرية. وكاين قراءة أخرى ديال التبرك، قراءة التبرك، أن يعني الإنسان كيشعر بأنه خاصه البركة، خاصه المدد، أن الأوضاع ديالو ماشي ولا بد. هنا كيقرأ هذه الآيات اللي قالت للا خديجة، يقرأ الفاتحة، يقرأ أوائل البقرة، خواتيم البقرة، يقرأ خواتيم الحشر، يقرأ سورة الملك، سورة الفتح، سورة ياسين، سورة الواقعة، سورة الرحمن، سورة الليل، الإخلاص والمعوذتين، الضحى والشرح. هذه تلاوات للتبرك، كتعود انت كتعود كتشعر بانه واحد البركه، كنقراهم كل ليله كل ليله على قدر ما استطيع. فالانسان اذا كان مواظب عليهم، ثم النساء عارفين عندهم واحد اللحظه، المراه عندها كل شهر عندها دوره شهريه، انها كيكون عندها دم الحيض، وهذا دم الحيض هي شيء كتبه الله على بنات حواء، وهي نعمه كبيره.
الدور ديال دم الحيض هي انك تقوم بتنظيف الرحم. الرحم ديال المراه كتنظف وكتطهر باش اذا كانت متزوجه تستعد لاستقبال جنين اخر. تستعد لاستقبال الجنين. المراه مادام في الحيض معنى انها مازال قادره على الانتاج مثل الارض خصبه. ولا بد داك الرحم خصو يكون طاهر نظيف جدا، ما تكونش في اي ادنى 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 وسخ او ادنى ميكروب. لهذا كتقوم ديك عمليه التنظيف الداخلي وكتخرج ديك الدم ديال الحيض باش توجد لنا هذا الرحم النقي. وطبعا كما لا يخفى على علمكم بعد ان يقع الحمل ثم الولاده كيجي دم النفاس. دم النفاس ما معناه؟ هو اعاده تطهير ملي داك الجنين غيستقر 9 شهور ومن بعد غادي يخرج وغادي يبقى الاثر ديالو. خاص لابد اعاده التطهير من جديد. شوف الرحمه الالهيه، شوف العنايه الربانيه المركزه. الانسان خصو يحافظ على قراءه القران الكريم لانه هو الاتصال بينك وبين الله رب العالمين. اذا المراه وقع لها هذا العذر ماذا تفعل؟ هل تترك القراءه؟ ربنا عز وجل يقول: وانه لقران كريم في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون. العلماء قالوا بأن من شروط تلاوة القرآن أن تكون طاهرا، فلا بد أن تكون عندك طهارة كبرى وطهارة صغرى باش تمس المصحف الشريف. ولا قدر الإنسان كان جنوبا أو المرأة حائض ديك الساعة يقرأ من حفظه، له أن يقرأ من حفظه. لكن علماء آخرين قال لك بأن هذه الآية اللي كنستدلوا بها وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، في كتاب مكنون لا يمس للمطهرون، قالوا هذا لا ينطبق على المصحف الشريف اللي بين أيدينا، وإنما ربنا يتكلم عن الكتاب المكنون. الكتاب المكنون هو النسخة الأصلية اللي عند الله تعالى في السماء. لا يمسه إلى المطهرون يعني الملائكة، هم أطهار، هم مخلوقات نورانية لا تأكل لا تشرب لا تنام لا تتزوج لا تتناسل لا تفعل أي شيء في خبائث. هذا هو المقصود. فقالوا الآية غير منطبقة. قالوا هو ليس من شروط تلاوة القرآن أن تكون طاهرا، وإنما من آدابه، من الآداب، من الآداب، لأن كاين الشروط الملزمة وكاين الآداب المستحبة. من الآداب تكون متوضئة. فالمرأة إذا كانت حائض وكانت 3 أيام 7 أيام 15 يوم قد حائض، هل تحرم من القرآن العظيم؟ العلماء قالوا أنها تقرأ من حفظها، أو قالوا ممكن أنها تقرأ من المصحف ولكن دون أن تلمسه. غدير بينها وبينه حائل، غدير واحد الفوطة بينه وبين المصحف وتمس المصحف، ولكن بينه وبين ماشي مباشرة من يدها. وبعض العلماء قالوا بطريقة سهلة الحمد لله هذا الإشكال حلة عن طريق الهاتف النقال. عندنا الهاتف النقال الآن، الهاتف النقال الذكي راه فيه ديزابليكاسيون، فيه واحد مجموعه ديال التطبيقات ممكن ندير فيها نتيليشارجي اي تلاوه قرانيه واي مصحف وامس الهاتف النقال. لا ينطبق عليه ما يقع على المصحف الشريف، يعني غندير الصفحه ديال القران من الهاتف النقال ونقرا. لان الهاتف النقال فيه بزاف الاشياء، فيه الطبخ، فيه السياسه، فيه الكره، فيه الافلام، فيه كل شيء، ما عنده قداسه. وفي القرآن الكريم أيضا ممكن أنني نمس الهاتف النقال ولا ينطبق علي هذا الكلام. المهم أن يبقى الإنسان متصلا بكتاب الله تعالى. والأصل في المؤمن أنه لا ينجس، الأصل في المؤمن أنه طاهر، طهارة إيمانية. لأن سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه كان كيتلقى مع النبي صلى الله عليه وسلم يهب فيسلم عليه ويعانقه. واحد مرة أبو هريرة شاف النبي صلى الله عليه وسلم في الطرقات ويختفي، اختفى عليه وما بغاش يسلم عليه. فظن النبي الكريم انه مخاصم معاه او انه عنده شي موقف. من تلقى معاه فيما بعد قال لي: ما الذي دفعك يا ابا هريره انك تلتقى معي في الطريق وتقلب وجهك وتمشي تهرب؟ قال لي: يا رسول الله والله استحياء، انا كنت جنب وخشيت ان اصافحك وانا جنب، فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يصافحه ويعانقه ويقول: يا ابا هريره ان المؤمن لا ينجس، إن المؤمن لا ينجس. الأصل في المؤمن أنه طاهر، طهارة إيمانية ربانية. فأسأل الله تعالى أن يعينك إلى خديجة على القراءة وعلى التلاوة، والله يعاونك على الزمان، الله يعاونك على وليداتك، الله يجيب لك الرزق. اللهم آمين، اللهم آمين يا أكرم الأكرمين. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.